البيعة ميثاق السماء، وبهذا الشر كل الأنبياء. مناسبة استيام ذكر مسألة واحدة للاستفادة والمجتمع تا مفاهيم وتصورات خاطئة عن القضية المهدوية. إمام مهدي قضي أصدع عليه السلام ورمفاهيم يا إلشط تصوراته على من وزاخت حقيقة بمفاهيم خاطئة، مفاهيم لارم بس نشيد علام تصور إلي الإمام المهدي عليه السلام أو وصيه ووزيره ورسوله اليماني عليه السلام تصور إلى من نرش خالد الله قال لا على من قرطال الله على من قدر الله يملؤون الأرض قسطا وعدلا نشكل قسطنا بسهولة وباستقامة يوشنا تعب يوشنا قان تكمخ يوخ تضارخ أم يزدار جاهز قال لا بالوقت نشكل تصور إلى مثلا رجل حديدي من النار المهم قال بلا سنجا صلاها بلا سنجا ماله بلا سنجا عداسة بلا سنجا عدادة على جاهز يشهد الله رحت يزلاره بالتعب إلى مثلا ندم باليوم تصور أطلار واضحت يعني حتى سلام بشر ينضى بدهور اليماني رسولا من الإمام المهدي عليه السلام دهار ذا اليماني نش بزق على قرطارمي داعشتان بزق قرطارمي إرهابي لردان نش بزق قرطارمي فاسد لردان فكأنما يزدار نستي لخبشي جاهز الإمام المهدي عليه السلام أو اليماني أحمد الحسن عليه السلام على مجهز جاهز لقرطار صناع يزدار مرتاح بدون تعب وبدون مشقة بتصورات يا إيش تصورات بس يا بلوغ بتاندرس تحكات دي سيس يا إيش آلب روايات الماضي عن آل محمد عليهم السلام آلب سيس أيلا من أدم لردان وشنا ور وساوس ابليس يخطب الى حكت امام مهدي عليه السلام واليماني عليه السلام محمد بيغمبردان افضل قاد الله صلى الله عليه واله وسلم قول انجا محمد بيغمبر صلى الله عليه واله وسلم الله يزم مكنا مادي كافر لارم بويننان منافق لارم بويننان الا دارختان ما قدارخ قال قتل وقتال وجهاد ومشقه وتعب وجوع وعطش وحصار وتشريد قم النار مرة دعا البيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيتنا وأصحابنا وأنصارنا ما جاء الله سبحانه وتعالى بعد التبات بعد الاستقامة فراش قاب صلاة شد مكنا عند الله ودولة قرض الله كذلك الإمام المهدي عليه السلام وهكذا حال جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء يعني أجر الله سبحانه وتعالى ماشي آسن دولا يدبها راح اتلخنا نسزاوير سن دولة العدل الإلهي يزن ويرد آدم بيغمبارا ويرد دوح بيغمبارا إبراهيم بيغمبارا موسى وعيسى عليهم السلام نيهو خمبه وصي ولي بضارغ شاكيد بعلم بركزنا الله سبحانه وتعالى استاذهن إلى أرده فبتصورات خاطئة جند ينسخ إلى رواية آل محمد واضح تبها بلاسز ويقين زوصن تصورات خاطئة وإمام مهدي عليه السلام واليماني عليه السلام قال الله مشقنا ضارخنا لازم إزلالنا نصرة توصن لازم بالمال والجهاد جهاد ونصرة بالمال والنفس وخيخ بروي طلارة كي يقين زوصن صح لياس المفاهيم الخاطئة كي بلا سيدخ مسوسوس أولا الله كتابنا الله سبحانه وتعالى بيوريو يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم والمص حتى تمسح العلق والعرق مجا تاريس قاني السلاسس بغير رواية الإمام باقر عليه السلام ديار يخوى الله والمص بها إمام مهدي دولة سبق المص إلا قان وتار بربنا قاتش صن سزي بزم يعني حتى صاحب العصر عليه السلام في أحد معاركه وأرواحنا له الفداء إصابة أولنا رزن ده بحيث قان سلر وعن الإمام الباقر عليه السلام كأني أنظر إلى القائم عليه السلام وأصحابه في نجف الكوفة كأنه على رؤوسهم الطير قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم إمام باقر عليه السلام كأني من باقر قائمة كفضاء إيزا أنصار برطلار أسكلا شبت يمخلار تكانبت
فسان بكريسة القائم عليه السلام قاسب لاسنجا قم دنيانا ما الله راح اتلخنا يوقت بحاله بضا يزن وانصارا برطلارة شرمش اسكلا شبت ويا مخلارة خد قال يزانا زمن يا مخلارة حتى تكاني بحارا ورا كتابا ضالة. ثم ان العجب لا ينقضي من حال هذه الأمة المتخاذلة التي تنظر التي تنتظر الفرج والتمكين براحة وسهولة ودون عناء أو مشقة. زي فارقز نادى بني إسرائيل ذان كي عيسى عليه السلام يزنادين بس بيت المقدس بس جيتشن الله زنا الصرار ناس إلى هذا الله ما خلوش نوار ناس جبارين قوات الله عدة وعدت ورزارندا جوزار قرلدا ديد الله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نفار قزور سزر دي سز قاسم مهدي قاسم يماني بزخور تاسم من نردان وسز مرتاحين يعني كان ما يزد سز يا مهدي يا يماني اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولهذا الله سبحانه وتعالى نين عند بني إسرائيل قرخي الأزار انتهى جشته قرخي يتمش يترد الله يلا رمطان ماض الله وفي حالة حيرة وغضب إلهي يشاد الله. ولهذا لأنه بعث تخاذل إلى هذا بل أكثرية الناس وأكثرهم للحق كارهون كره إلى الإمام المهدي عليه السلام كره إلى نصرة الإمام المهدي عليه السلام بأمة أخته ورنده بأمة إن تايهته ويولاخ وفرج قابصخ يزانا أتشلماس ما يضي سنة جنارنا ما قد شخص جيل مستعد لنصرة الإمام المهدي عليه السلام وإمام عليه السلام سيلبته كبو أمة من نصرين تهاجشر. يقول عليه السلام تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى بن عمران عليه السلام ولا عمري يمين الإمام عليه السلام عمرنا لا يضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قرخي التهت يا شفصا سزدي أضعاف مضاعفة التيه ورلر. اللهم أننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والنفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.